خرجت الفنانة المصرية علا غانم عن صمتها للكشف عن تفاصيل جديدة حول علاقتها بزوجها السابق بعد أزمتها الصحية وخلاف اللي وصل لأربقة المحاكم. واضطرت غانم للحديث عن بداية علاقتها بزوجها مشيرة إلى أنه التقط بأمريكا خلال تصوير أحد أعمالها، وحينما عادت لمصر لحقها بعد شهر وألح عليها الزواج منه، لافتة إلى أنه ما كان ملياردير بل شخص عادي جداً بيمتلك الجنسية المصرية والأمريكية ومحطة بنزين وملهى ليلة ومطعم، ولكنه قرر التقاعد وبيع جميع ممتلكاته قبل زواجهم. وعن سبب زواجها منه أوضحت غانم أنه هي كانت بحاجة لرجل بحياتها بالمرحلة اللي كانت فيها، رغم أنه هو بيكبرها ب16 عام، واتمنته السند لإلها وبي لبناتها، إذ كانت بتطمح أنه يكون هيدا الزواج تعويض لإلها عن زيجتها الفاشلة. وكشفت غانم أنه هي بقيت عزباء لمدة 11 عام بعد انفصالها عن والد بناتها، ومن بعدها تزوجت شخص آخر استمرت علاقتهم 6 شهور فقط، وبعدين تزوجت زوجها السابق بعد مدة قصيرة من طلاقها. وأشارت إلى أن علاقتها بزوجها السابق بدأت بأكاذيب مستمرة وخداع، أولا شبكتها واللي اكتشفت أنه هي مزيفة، فبعد حوالي شهرين من زواجها اتضح أنه هي مصنوعة من الزجاج، ليبرر ذلك بأنه صائغ المجوهرات أقدم على سرقته. وبكت الفنانة وقت أشارت إلى أنه طليقة تزوجها لشهرتها ليس بدافع الحب، مشيرة إلى أنه هي كانت بتتعرض للخيانة على الدوام وبتشعر بأنه هي غير مرغوبة، خاصة أنه هو كان دايماً بينعجب بفتيات عكس مواصفاتها تماماً. وبعام 2018 قررت غانم الطلاق من زوجها بعد سلسلة من الخيانات اللي ما قدرت تتحملها، ومنحته 80,000 دولار، نصف ما كانت تملكه بأمريكا، حتى يتم الطلاق بهدوء، إلا أنه أخذ الأموال وسافر إلى مصر وتوجه إلى منزلها وطلب من العاملين هناك عدم فتح الباب لها. وأضافت غانم أنه هي طلبت الطلاق للمرة الثانية ومنحته نصف ثمن منزلها بناء على القانون الأمريكي. وبعام 2022 طلبت منه للمرة الثالثة الطلاق مقابل حصة بشركتها، فدخل بتفاوض على النسبة لينتهي الأمر باتفاق على نسبة 16% لينفصلوا نهائياً بأمريكا.